السؤال مشاركة ديال الدرجات الثانية بعد سنوات. بالنسبة لي المشاركة في تيميتار مشاركة مهمة بالنسبة لي، لأن تيميتار واحد المهرجان اللي أولا معروف بزاف، وعنده عنده الوزن ديالو بين المهرجانات في العالم العربي ماشي غير في المغرب. فهذا شرف ليا وفرحان بزاف انني غادي نكون متواجد هذه السنه في هذه الدوره مع طاقه من الفنانين اللي تبارك الله معروفين بزاف. ودائما تيميتار عنده واحد الجو سبيسيال، انا كل ما كنجي تيميتار كيجيني حتى راني بين الاحباب ديالي والاصدقاء ديالي، لان انا عندي بزاف ديال الاصدقاء هنا من جهه اكادير، وحتى العطله ديالي كان نجي ندوزها في جهه اكادير. فمن يجمعوا هذا كاملين هذا الشيء كامل يتجمع في حاجه واحده اللي هي في مدينه اكادير وتيميتار وحفله عندنا زيارة اكادير، فطبيعه الحال غادي تكون فرحه كبيره بزاف. وجينا انا وفريق العمل ديالي اللي خدام معايا والموسيقيين باش نحيوا واحد الحفل ونفرحوا الساكنه ديال مدينه اكادير والنواحي، لان كاين بزاف جاوني بزاف المسائل، كاين الناس اللي جايين من خارج مدينه اكادير باش يحضروا الحفله ديال اليوم، وهذا الشيء كيفرحني بزاف. وهذا دليل على حب الجمهور وتعلق الجمهور بالفنان ديالو. رجعوا للنقطة ديال الموازي، يمكن من تحدثتي على عقدة الأجانب بالنسبة للأورغانيزاسيون ولا بالنسبة للصحافة؟ بالنسبة للصحافة. الصحافة. أنا صراحة أنا ما حسيتش بها، لأن تعاملوا معي الصحافة مزيان في الصحفية. التغطية كانت زوينة، الأسئلة كانت مزيانة، يعني ما شفت شي حاجة زعما صراحة ما كانش شي فرق. يمكن نحسوا بفنانين اخرين ما نقدرش نهضر في المكان ديالو، ولكن لا من ناحيه التنظيم ولا من ناحيه اي حاجه الحمد لله كل شيء يعني كنت راضي به. وانا معروف عليا يعني كل شي حاجه ما عجبتنيش كنت غادي نكتب تدوينه ولا نهضر عليها ولا شي حاجه، لكن الحمد لله يمكن كاين بعض الصحافه اللي نقلوا الخبر بطريقه اخرى بالنسبه للارقام القياسيه او شكون جلب اعلى حيث حضور الجماهير لكن هذا يعني يعني من دور ديال الاقدميه وهذا الشيء اللي دوزنا ما بقاش انا سي دي فيتي اللي دار الحوايج الصغار ما يمكنش نوقفوا عندهم. اهم حاجه هو ان الناس تجي وتنشط وتفرح والامور تدوز مزيان وتيسر، وما كان لا انسيدون ما كاين لا وقعت لا كارثه لا والو الحمد لله. راه لينا باش تجمع الناس بزاف ويتفارقوا بدون يعني بدون دي ديكا، فهذا بحد ذاته سي ريوسي. اما الحوايج الاخرين فنظن ان هذه مسائل غير مهمه. هذه هي ولا بزاف ديالها سؤال موالي.